بسم الله الرحمن الرحيم، الحلقة 290 من كورس سي شارب او او بي بارت. بفضل الله عاوزين نعمل الزرار يكون شكله بيضاوي. عارفين الزرار اللي هو شكله بيضاوي؟ يعني بص، ده شكله ايه؟ مستطيل. احنا عايزين نخليه بقى إليبس، نخليه شكله بيضاوي. نعملها ازاي؟ طبعا انت ممكن خيالك يسرح وتفكر في حاجات كتير وتظبط وبتاع وتعمل، يعني ريح نفسك ريح نفسك، تعال نعملها. بص تخيل معايا كده، لو انا حطيت كود تاني، بص بقى كود تاني، وبدل ما اقول له درو ريكتانجل درو إليبس، هل هي بالسهولة دي؟ يعني تتخيل انها بالسهولة دي؟ على فكرة هو فعلا هيدرو إليبس، مفيش مشكلة اهو، بس هيبقى الزرار برضو مستطيل. فاهمني؟ يعني انت كده ما غيرتش حاجة. يعني ايه ما غيرتش حاجة؟ يعني هو رسم على الزرار شكل بيضاوي، لكن الزرار لازال ايه؟ لازال مربع. انا عايز اغير الزرار، عايز اغير بنية الزرار نفسها. علشان اغير بنية الزرار بنده على حاجة جوه الزرار اسمها ريجن، والريجن دي اللي هي المنطقة بتاعته او الشكل بتاعه او التدويرة بتاعته او الرسم ايا كانت ايه هي، ماشي؟ عشان انده عليها بديها بسهولة، يعني بديها حاجة اسمها جرافيكس باث. الجرافيكس باث دي حاجة بضيف جواها ابعاد، يعني مش بقول له البن والبروتشز، لا بضيف ابعاد، يعني بديله الاكس والواي والويتس والهايت لحاجه، اد اليبس اد ريكتانجل كده يعني. فانا الاول خلاص، انت بقى سيبك ايه، انسى بقى ايه، انسى الدرو اليبس دلوقتي، انساها دلوقتي لان في حاجات تانيه هتتظبط معاها كتير. خلاص من اول هنا كده ركز معايا، انا هعمل ايه دلوقتي؟ عايز اعمل الجرافيكس باث الاول. فالجرافيكس باث اصلا بيجي من نيم سبيس مختلف، تعال نجيبه. يوزنج سيستم دوت drawing dot drawing 2D سيميكولو. خلاص الدراونج 2D هو اللي بيجي منه الايه، الجرافيكس باث. تعالى بقى نرجع تاني هنا في الاون بينت، نعرف ايه، هنكتب جرافيكس باث. خلاص هنسميها جي بي اختصار لجرافيكس باث، وهنقول دي بتساوي نسخه جديده من الايه، من الجرافيكس باث بالشكل ده، قوسين فاضيين وسيمي كولون. اجي انا بقى اعمل ايه لما هاجي انده على الجرافيكس باث دي واقول لها دوت دوت ايه بقى، اد ريكتانجل، اد اي حاجه من الحاجات اللي احنا درسناها قبل كده. فانا هقول لها هنا اد اليبس، بديها يا جماعه الابعاد بس، الابعاد زي ما قلت لك، يعني ريكتانجل اكس واي ويدث هايت بس. تمام. فهنا هقول لها ايه، هنبدا بص ابدا معايا من العادي، يعني احنا هنبدا بالطبيعي وهنبدا بعد كده ايه نحسن. ليه؟ عشان نبقى فاهمين كل حاجه بنعملها بفضل الله. فهنقول له ايه، صفر اكس، صفر الواي، صفر، والويتس هنديله الويتس، تمام، والهايت هنديله ايه، الهايت بالشكل ده. طبعا هيحتاج يتهندل كتير طبعا. المهم كده انا عملت ايه، ضفت اليبس جديد جوه الجرافيكس باث، حلو قوي. اقوم اجي بعد كده بقى انده على الريجن اللي جوه الباتن اللي قلت لك عليها من شويه، الايه، الريجن. هقول لها انت بتساوي نسخه جديده من الايه، من الريجن، قوسين فاضيين هحط الايه، الجرافيكس باث وسيمي كول. كده هو يغير لك هيئيه الزرار خالص، ان شاء الله حتى لو عايز تعمله اي شكل. طبعا اللي درسناه قبل كده عيش بقى حياتك، احنا قبل كده درسنا الكلام ده بالتفصيل لما كنا شغالين في الفورمز وشرحنا الرسم. هنا انت ممكن تستخدم اي حاجه، ممكن تعمل في الاد بدل اد اليبس تحط اد اي حاجه، اد بوليجون، يعني ممكن تعمل زرار مثلا بشكل سهم. فاكر السهم اللي عملناه؟ ممكن تعمل زرار بشكل سهم، انت متخيل معايا؟ ممكن تعمل زرار باي شكل انت عايزه، اي شكل، تعمل البوليجون وتعمل الشكل اللي انت عايزه. زي ما درست قبل كده بفضل الله، الجرافيكس باث دي يعني انت هتقول لها اد وهتحط اللي درسته قبل كده، اد اليبس، اد بوليجون، اد اي حاجه انت عايزها. خلاص تعالى بقى شغل كده ونهندل واحده واحده. خلاص طيب، طبعا دلوقتي انا
مش محتاج الاون ماوس موف دلوقتي لان هعدل عليها لسه. خلاص سيبك منها دلوقتي. الاون ماوس موف لغيت انا الكود اللي بيرسم الريكتانجل في الاون ماوس موف. خلاص كده كده اصلا هو مش حتى لو رسم مش هيبان لان هيبقى اصلا الزرار شكله اليبس شكله بيضاوي. شغل كده بص منظر الزرار بقى عامل ازاي. بس انت هنا محتاج تظبطه محتاج تظبطه. فهنظبطه ازاي؟ بص تعالى كده ننقص الويدث والهايت صح ماشي. تعالى كده نقصهم ونجرب. نقص الويدث بواحد ونقص الهايت بواحد. انا ممكن انقصه باي عدد بس على حسب الاحتياج يعني. اه بص لما نقصناه من هنا بواحد ومن هنا بواحد واخد بالك فرق صح فرق. طيب بفضل الله كلام جميل كده خلاص اهو الزرار بقى بيضاوي كده تمام. لو جيت للديزاين بقى تقف هنا تعمل اللي انت عايزه. اه فاهمني اه فاهم الفكره. بفضل الله تعمل فيه اللي انت عايزه. الزرار كده بقى شكله اصلا بيضاوي تمام. هنظبط له بقى البوردر دلوقتي على ايه؟ على اساس ان هو بقى بيضاوي. يعني هفتح انا بقى ايه الدرو اليبس وهجرب ماشي. انا كده فتحت الايه الدرو اليبس. تعال نجرب كده. على فكره الدرو اليبس مش باينه كلها عارف ليه؟ خلي دي كده بواحد وانت تعرف. خلي الخمسه دي بواحد. شغل كده بص تخيل مفيش حاجه باينه اصلا. فاحنا عايزين نظهر البوردر بشكل طبيعي عشان لو زودناه بعد كده يبقى طبيعي برضه خلاص. يعني انا عايز هنا يظهر بوردر واحد على حجم واحد خلاص. انا لما كنت مخليه على خمسة كان ظاهر حتة من الخمسة. انا خليته واحد مش ظاهر خالص. فنعمل ايه بقى؟ بص احنا هنا بنبدأ نرسم البوردر من الصفر. طب تعال كده نرسمه من الواحد نجرب واحدة واحدة. يعني انا كده هرسمه من الواحد. شغل كده اه لما اترسم من الواحد دخل جوه الشكل ولما اترسم من الصفر. طب يعني لما كان صفر كان صح على كده ولا ايه؟ اهو هو الاول كان صفر اهو صفر شغل. ها في حته باينه منه ولا حته صغيره قوي باينه منه فاهمني. طيب احنا دلوقتي لو جينا هنا لو انت عايز تخلي البوردر بواحد ورسمت هنا من الواحد ماشي. بص بقى هندسها الاول بقى بالشكل ده خلاص. خلاص يبقى انت كده محتاج تقلل الهايت اكتر من الواحد. يعني انت لو قللت الويدث باتنين وقللت الهايت باتنين بالشكل ده شغل ونشوف. ها لسه قلله بتلاتة كده اهو بتلاتة شغل كده. ده الفرق يا جماعه. انا كده شغلته ومنتظره يظهر كده. هو ظبط ظبط بس في حته يعني هو ظبط بس داخل في رسمه البطن صح كده. داخل في رسمه البطن. يبقى انت محتاج علشان تظهر البوردر تقلل رسمه البطن صح ولا لا؟ طيب نيجي هنا بقى في ايه في رسمه البطن. انت خدت بالك انا ظبطت البوردر ازاي الاول؟ يعني خليته يظهر قدامي شفته. هو الواحد قليل فده اقل حاجه فانا شفته خلاص. بعد ما شفته بقى اجي هنا وارسم الريجن بتاع الزرار. لو قلنا هنا نسيب واحد وقلنا هنا نسيب واحد ونجرب احنا بنجرب فاهمني. ها يعني طيب لو سيبنا اتنين هنجرب مع بعض دلوقتي هنجرب وممكن في الاخر نعمل البوردر باتنين عشان يطغى عليه. لا هو مش هيتظبط كده خلاص. انت رجعه تاني زي ما كان بصفر خلاص. البوردر ده كده باين حتة منه. طب لو احنا خلينا الويدث بتاعه باتنين وشغلنا فظهر شوية صح؟
كده الويتس باتنين ظهر شوية، تمام كده متظبط اهو. طبعا نفس الكلام فين؟ نفس الكلام مع ال اسمها ايه دي؟ الاون ماوس موف. هاخد بقى دي كوبي من اول الدرو اليبس دي كلها كده، هاخدها كوبي وهروح في الماوس موف وهحطها بيست، بس بعد ايه؟ بعد كرييت جرافيكس وقوسين فاضيين دوت واحطها بقى، واغير دي اخليها ايه؟ اورنج، صح كده؟ جرب بقى كده اهو، شايف عامل ازاي؟ شايف؟ تمام كده بفضل الله ايه يعني، بتجرب حاجات بفضل الله، تمام يعني كده انت خليت شكل الزرار يتغير تمام. وممكن برضو لو عايز تنعم الرسم بتاعك يعني، بص انت شغل كده، شغل بص الرسم تحس ان محتاج يتنعم شوية، ممكن تنعمه على فكرة. تيجي هنا تنده على الجرافيكس بتاعتك اللي شغال عليها من البيبنت اللي هو الحدث ده، دوت جرافيكس دوت، في حاجه اسمها سموثنج مود اللي هو التنعيم، المود بتاع التنعيم بيساوي بتجيبها من السموثنج مود دوت هاي كواليتي مثلا، خد بالك. لو خليناها هنا هاي كواليتي وخدنا نفس الكود كوبي وحطيناه بيست برضو هنا عشان ننعمها في كل حته يعني بالشكل ده، بس طبعا ايه هننده الاول على مين؟ على الكريت جرافيكس هنا، ماشي بالشكل ده كده. جرب كده، حس ان الرسم بقى انعم، تحس ان بقى انعم سنه، فاهم الفكره؟ انت بقى كده كده البوردر بقى ايه بتظبطه براحتك يعني. ممكن اجي اخلي البوردر هنا 3، اخليه هنا برضه 3 يعني، اخليه هنا 3 يبقى هنا برضه ايه 3 وهكذا. شغل كده اهو، شايف بقى عامل ازاي النعومه بانت عليه قوي بقى، خدت بالك؟ بص لما كبرناه شويه، بص نعومه الشكل نفسه، نعومه الرسم اللي انت رسمته، خدت بالك؟ فتخليه افضل يعني، تخلي شكله احسن. بص تحس ان خلاص ما بقاش سي شارب خالص، انت مش الكنترول، هو البطن وهو الاحداث وهي كل حاجه وهي الخصائص، بس بقى حاجه تاني خالص، صح؟ بقى حاجه تاني خالص بفضل الله. فانت هنا يعني بفضل الله بتغير حاجات كتير زي انت ما عاوز. ولو عايز تعلي الجوده بتاعته تاني برضو، بيفنت دوت جرافيكس دوت كومبوزيتنج كواليتي، تمام، خليها ايه برضو على هاي كواليتي بالشكل ده. نفس الكلام تحت، اللي تعمله هنا اعمله هنا خلاص، لان انت بترسم هنا وبترسم هنا، صح ولا ايه؟ اهو على هنا كده واعملها، بس طبعا هيبقى ايه كرييت جرافيكس بدل ايه، بدل الجرافيكس اهي. تعالى كده ايه شغل، اجمل واجمل، صح تمام كده بفضل الله يعني. يعني استخدامنا للحاجات دي بفهم الاوبجكت اورينتد قبلها بيخلينا اقوى حتى في استخدام الادوات بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتاكد تماما انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.